مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تحدث الممثلة ناريمان قمري إلى منازلة الملاكمة إيمان خليف بعد تفوقها عليها في لعبة اللكمة الإلكترونية. الملاكمة إيمان حققت رقم المتوسط في لعبة اللكمة الإلكترونية أمام عدسات الصحافة أثناء تكريمها رفقة العداء جمال سجاتي ولاعبة الجمباز كيليان مور. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.